حياكم من جديد مشاهدينا. اكيد اللي ما ينزقر ما يتوايب، يعني بعد في مثل ثاني شبه له من تدخل في ما لا يعني لقى ما يرضيه. وايضا مشاهدينا ننتقل لباقي فقراتنا لليوم، واليوم معنا الرائعه المبدعه المتالقه دائما في عالم الجمال جورجيت من صالون بونبون، وراح نتكلم ما الفرق بين الشنيون والتسريحه. كثير من السيدات ممكن انها تواجه يعني غلط لفظي في معنى او مصطلح تسريحه، لكن اليوم مع جورجيت راح توضح لنا اكثر ما الفرق وما الفرق. انه دائما في العرس تلاقي ان اخوات العروس واخوات العريس يشبهون بعض كلهم، لكن اليوم جورجيت راح توضح السالفه لنا وتقول لنا ما الفرق، ان شنو اللي لازم تسويه العروس وشنو اللي لازم من الممكن انها تكون تظهر في المظهر اللي تظهر فيه اخوات العروس واخوات العريس. صباح الخير جورجيت. صباح النور. شرحت السالفه كلها من قبل عادي. لا يسعد صباحك. لا حلو حلو ما شاء الله ما شاء الله. وعد انت من الاشخاص اللي عندهم خلفيه ثقافيه جدا كبيره بخصوص الميك اب والشعر، وهيدا الشيء حلو بخليكي اعلاميه ناجحه انك انت تكوني عندك تعرفي كيف تحاوري الضيف. مش الضيف هو اللي بده يحاورك، انت بدك تحاوري. حبيبه قلبي تسلمي لي. احنا اول بالبدايه شيء ذكرنا جورجيت قلنا عن الشنيون والتسريحه، لا كثير حتى انا كنت اغلط فيها، قلتي لي انه في فرق وضحتي لي اياها، لكن خلينا نوضح الفرق للساده المشاهدين بالاول بين الشنيون وبين التسريحه. تمام. اول شيء صباح الخير صباح الفجيره الحلو. الفرق ما بين التسريحه وما بين الشنيون، التسريحه شو يعني؟ تسريحه سرح اساسا هي لفظ عربي، يعني إيه؟ انه انا خلي الشعر نازل مش دبه مش لم الشعر. دائما نحن في هلا من الضروري انه هي تكون الحلاقه او الكوافيره هي مثقفه، يعني هي دارسه، مش ما عاد بقى الموضوع انه انا شفت فلانه كيف عم تشتغل وقلدها، لا أي. لازم تعرف تفهم شو الشعر، هل هيدا نوعيه الشعر بيلبق له انه هو يضل نازل، وين هيدي الزبونه، هل هي معرضه للرطوبه، هل شعرها كيرلي طعج كثير، لانه في حالات مهما فردنا فيها الشعر الا على الرطوبه على المكيفات على العرق أي. بترجع بتكش وبتكش وبتعطيني منظر مش حلو. في عنا التسريحات اللي بنقول هي بتكون قدام بف عالي شوي من خلف الراس وشعر نازل، اما ليس او رولو بالفير او اوكران تقريبا مثل ما انا مثلا عامله شعري بيبقى شيء ناتشورال طبيعي، يعني عاطي. هيدي ممكن هي تعملها الزبون هي رايحه لعرس مش كثير بخصها هيدا العرس، يعني هي معزومه. بس بنفس الوقت هلا من سنه سنتين ثلاثه انه حتى العروس عم نعمل لها شعر نازل. ايه مش بالضروره، يعني هي شو ستايلها؟ شو فستانها؟ انا بطلب من كل كوافيره انه تدرس الحاله اللي عندها، شو هي؟ شو شخصيتها؟ شو بيلبق لها؟ هلا موضه درجه شيء تقريبا صار لها ثلاث سنين انه حتى العروس بنعمل لها الويفي بنعمل لها الاقران اللي شعر مموج واللي شعرها قصير عم نحط لها اكستنشن. اما الشنيون فهو لا العكس تماما، شعر مضبوب ملموم له ستايلات حلوه. دائما شوي نحن عروستنا العربيه بتاخذ هيدا الستايل، يعني انه هي بتحب الشعر الملموم. ليش؟ لانه في تاج وفي طرحه وفي كثير قصص، فكثير هي بتحبها يعني برنسيز لازم هيك تباع. هو اسمها ليدي يعني خلص هي حتصير ليدي بيوم عرسها وبيعطيها رقي. الشنيون كثير بيعطيك برستيج عالي، يعني الشنيون بيحسسك يعني بالشموخ انت اميره، وبتبقى العروس هي اميره بيوم أكيد. بيوم عرسها. ولكن كمان في فرق ما بين الشنيون انا لمين عملته، يعني لوالدة العروس والدة العريس يختلف. بالضبط هذا اللي نبي نوضحه اليوم. بالضبط جورجيت، احيانا تلاقي والدة العروس واخواتها في نفس الصالون حاجزين او في نفس البيوتي سنتر وتلاقينهم يعني متشابهين من بعض، ميك اب يختلف فقط الالوان حسب الدريس. لكن نبي نوضح السالفه ان العروس لها هيبتها ولها الشنيون اللي يختلف عن يعني اخواتها واخوات العريس. صح هيدا كثير، هيدا كلامك صح مليون بالمية، بس هيدا انا مش بحط الحق على الزباين على لا الحق على البيوتي،
لانه هي الكوافيره اللي ما عندها خلفيه ثقافيه انه انا ميز ستايل العروس عن اخوات العريس او اخوات العروس. لا مو معقوله، بس اوريدي هي العروس، هي عروس بتبقى بصمتها من المفروض تكون هي مختلفة. مش بالضرورة بقوة الميك اب، في نحن أشخاص كتير نعرف إنه الميك اب ببشعهم مش بحليهم، يعني لما بحط أنا كتير ألوان بالوش وبلاك والأبيض وهيدا وشو اسمه ببشع مش بحلي. صح. أخوات العريس أو أخوات العروس من المفروض أساساً، إحنا بنقول القاعدة العلمية بتقول أنه لما بدي أعمل أنا الشعر كله تبع كوبون، يعني كلاتهم نفس الموديل نفس الموديل نفس الموديل، لا هيدي مش بتكون حلاقة، هي شالت وحطت، ما حطت روح الحلاقة، ما حطت لمساتها السحرية أنه أنا أفصل هيدا الشنيون عن هيدا الشنيون عن هيدي التسريحة. لازم يكون في دراسة، في إتقان، في جمالية. اللي وشها نحيف، اللي وشها مدور، نتكلم عن الاختلافات. لازم نحن هيدي إن شاء الله بالحلقات المقبلة حنتكلم عن الستايل والبروفيل الوش وما يلبق له، لأنه في شنيونات بتقصر وفي شنيونات بتطول. هلا دائما نحن العروس بنقول لها قديش الكعب اللي هي لابسته، شكل رقبتها قديش، برضو طول العريس، يعني مو معقولة أنا مثلا العريس من طوله أعمل له شنيون كتير 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 عالي معه حطت التاج حلاقيها كتير صارت بشعة مش حلو. بس الفرق ما بيناتهم لازم تكون العروس شوي كلاس أكتر. أم العروس وأم العريس نحن منحب لهم الكلاسيك، بس مو معناتها لأنه هي حماية أو هي ماما معناتها أنه هي بالعكس من أرقى الشنيونات في العالم. هو الألي غريس يلي الغريس كيلي هو اللي اخترعه، يلي هو ستايل اللي كلاس جدا جدا جدا. الشنيونات السامبل اللي هي بالمنخفض النازلة الفرنسية الكلاسيكية، طبعا في ناس تطلق عليها مصطلحات انه هي بيقولوا لها الياباني والاسبانيولي، هي المهم اسمه شنيون منخفض دائما بيبقى عند منطقه الرقبه. بس ما يكون في شغل كثير، ما يكون في معجوق الشغل، خصل من هون ورولو من هون، وما وبشوف احيانا ما ضلت شغله مش محطوطه بالشنيون فانت بتطلعي ما بقى بتشوفي شيء. بعد في يعني اكثر الكوافيريه والبيوتي سنترز ممكن يضيفوا يعني اللي هي الشبكات كثير في الشنيون والحشوات، وممكن بيعتقدوا انها بتكون هيك اثبت. خلينا نتكلم عن هذا الجانب، يعني كيف ممكن اننا نعمل شنيون احنا بسيط وبنفس الوقت كيف الادوات اللي ممكن نستخدمها في. انا اشك يا وعد انك مش تكوني دارسه حلاقه. صح، كل ما كترتي انت بنس كثير وشبكات كثير وملاقط كثير، هيدا يعني مش حلو. والابشع ما يكون انه يكونوا هن على الوش. صح، كثير ابشع. او احيانا بلاحظ انه بيفتحوا البنس بيتمهم اسنانه، هيدي ملاحظه كثير سيئه ومش ما فيها لا برستيج ولا اتيكيت، لانه عيب اول شيء انا بدر اسناني، ثاني شيء شلون انا بحط براس الزبونه افتحه بتمي، لا طبعا مش حلو، نفتحه بايدنا. هاد كثير بيعطيني منظر مش حلو، بصير تقل. لازم انت تعرفي كيف تتملكي الشعر. صح، كيف تضبطيه من دون انك انت ما تلجئي الى البنس. بس موضوع الحشوات هذا نحن فينا نحن بحاجة يعني. له، لأنه صارت الدراسات الجديدة بس مو بكثرة ولا بحجمها بعد. طبعاً لما أنت عم تختاري الشنيون لازم تختاري تشوفي هيدا الوش شو بيلبق له، هل هيدي حجم الحشوة لابقت له ولا لا. تمام. مش أنا كبر وما ثبت بتروح على العرس ما في شوي هيدا بتحس انه هي صارت فاضيه، صار عندها ثقل، بكتوله بنس وهيدي البنس على الطوله بتحس الزبونه راسها مصدع. جورجيت، الحين احنا كان بدايه حوارنا انه وضحنا بين الشنيون والتسريحه. التسريحه اللي قلنا من الشعر المسرح ممكن يكون نازل وله تساريح معينه او رولو او ويفي. اما الشنيون فهو الشعر كلياته مضبوب وبالارتفاعات المختلفه، العالي الوسط بالاشكال المختلفه حسب الالوان صبغات بعد اللون، لانه اللون كثير بيلعب دور بشكل الشنيون. يعني نحن بنقول كل ما كان الشعر غامق
كل ما كان يكون سامبل وكلاسيك اكثر. اكزاكتلي. لكن بعد بنذكر يعني الحين اللي هو اخوات العريس واخوات العروس والعروس اللي هو السنتر. احنا بنتكلم عن العروس، قلنا العروس لازم يعني حتى انه صار العروس في الموضه الاخيره انه عادي صارت تعمل تساريح على الدرس حسب الستايل اللي ممكن يليق لها اكثر. لكن اخوات العروس واخوات العريس طبيعه الميك اب اللي ممكن يضعوه، طبيعه الدرس اللي ممكن يكون ملبوس مع التساريح، ودخل يعني خلينا نقول الرابط ما بين الدرس اللي ممكن تلبسه البنت مع التسريح، هل من الممكن يكون تسريحه او شنيون؟ هذا موضوع كتير حلو، انه انا لازم اول يعني انا الكوافيرة او الحلاقة اول ما تجي لعند الزبونة تقول لها مين انت، شو صلتك لوين انت يعني بالعرس او بالفرح او شو انت بتقربيهم، واحد اثنين شو انت لابسة، الفتحات عند القبة مفتوح من الخلف، شكلها تدرس شخصيتها قبل تحللها شخصيتها شو هي قبل ما تشتغل. اما موضوع التشابه ما بين العروس وما بين هيدا، انا بنصحه النصيحه، مفروض العروس تكون بصالون والاخوات العروس بصالون بالضبط، بس ممكن ايضا كمان لانه بيتشابهوا، لانه نحن بنفكر انه واو انه انا اليوم عرس اخي بس لازم احط كل شيء في ميك اب على وشي. صح صحيح. لازم اعمل شعري خريطه، هي مو بكثره الميك اب يعني ابدا، لا بكثره الميك اب ولا بتساريح الاوفر. انت كنتي ستايلك حلو كلاسيك بسيط، او اذا انت كنتي لابسه مثلا نحن بنقول فستان شيفون دانتيل، هيدا بحب الحركه، اعملي صح. اعملي رولو، اعملي ويفي، انت يعني حسب اللباس طبعا بس يكون هو ستايل فرنسي، نحن هون بيسموه السمكة ضيق المخمل الشك، بيكون كلاسيك أكثر. أما إذا كان شيفون فبيحب الشعر الرولو والفلت وهيدا، بس ما تلجئي إلى قوة الميك اب. صحيح. اتركي اتركي مساحة لبعدين، اتركي مساحة للتغيير، مش على طول نفس طبعا أنا لازم يكون فول ميك اب. صح. كل شكر لك جورجيت من صالون بنبون والبيوتي سنتر بومبون، وايضا كمان شكرا لك على هالمعلومات. ونستكمل يعني احنا نظري الحين نستكمل العمل في حلقات القادمه ان شاء الله. كل شكر لك. تسلمي حبيبي، وشكرا كثير لكم، ويسعد صباحكم، يسعد صباحك بعد.